هل سمعتم عن بلدة محنة؟ وما قصة بلدة الطيارة؟ تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أنا أحمد يوسف محمد القضاء من بلدة محنة. عشنا في الزمن الماضي سنة 1960، توفوا والدي والدتي. عشنا في ظروف قاسية جدا، كان رحمة الوالد معلم عمار من البيوت القديمة اللي هي حجر وطين اللي لن ننسى فضلها، لأنها في الصيف دائما باردة كأنه فيها كونديشن أو كونديشنات، وفي الشتاء دافئة لأنه المالي عرضها متر أقل تعديل. في هذاك العصر كان رحمة الوالد مختار البلد، تجتمع رجالات البلد عند رحمة والدي، كان في ألفة بين الناس، في أخوة، في محبة، في احترام بين الناس، يختلف اختلاف كل عن الوضع اللي عايشينه الآن. هذه البلد يعني نفتخر، ولازم يفتخر فيها كمان كل إنسان بيعرف هذا البلد. بلد قديمة جدا ما كان فيها عمار بهالصفة هذه، يعني كانت عبارة عن بيوت قديمة، بيت حجر وطين، وأقلاء كانوا يعني هم معدودين على أصابع، هم أولاء أبناء عمومة في هالبلد. في عندنا قسم من إخواننا الموملي، هم أخوالي أخوة أمي، ثلاث رجال، يعني ورثوا أبنائهم عايشين في هالبلد لحد الآن. تسمية محنة يعني إحنا عرفنا عن زمن آبائنا وأجدادنا، في عندنا في البلد شجرات يقولون الشجرات المحناوي، هذه في تحتين المقبرة القديمة. قيل إنه في الزمن الماضي كان رجل علم يدرس تحتين في الأصل، ما كانوش في بيوت يدرسوا فيها، أو في هذاك العصر القديم كان في بيوت شعر تلاقيهم أو كهوف يدرسوا فيها، باقي في الصيف يقعد تحت الشجرات درس اسمه المحناوي، فسميت بهذا الاسم بلدة محنة. الاسم الآخر يعني أنا استنتجته مما رأيته في هذا البلد. فتحوا عندنا شوارع بتكون من الثمانيات وجاي لما صارت مجالس القروية في هالبلد، فظهر في إحدى الشوارع مقبرة، والمقبرة هذه بعض القبور فيها من 10 إلى 12 رأس في القبر الواحد. هذا بدل على أنه باقي في الزمن الماضي إما حروب أو أمراض، كما في غزة الآن الله ينصرهم على أعدائهم، يعني يعني فيهم أطفال في المقبرة الواحد أو القبر الواحد، فيهم أطفال صغار يعني بتقدر تحكم عليه من حجم الجمجمة تبعه، إشي رأسه للشرق وإشي رأسه للغرب، بعضه بتلاقي في 10-12 رأس في القبر الواحد. يعني هذا بدل على أنه باقي في أمراض، عرفت كيف؟ وسميت بهذا الاسم أنا من استنتاجي محنة، مأخوذ من كلمة محنة، يعني المحنة من كلمة محن اللي صارت بهذاك العصر اللي هو بجوز ضربهم طاعون والله أعلم، سميت بهذا الاسم محنة وحولوها لمحنة، يعني رفعوا لها الألف بدل لها، صارت كلمة محنة، هذه كلمة محنة سميت بهذا الاسم من هذا السبب. يعني تشتهر بالعين القديمة اللي كانت من أجمل عيون محافظة عجلون، اسمها عين محنة، كان يرد عليها في يعني ما تقول ما قبل الستينات بالضبط، يعني اللي أنا لحقته من 55 وفوق تقريبا يرد عليها آلاف من رؤوس الأغنام، كان يجون من الكرك من المفرق أصحاب حلال عندهم آلاف من الأغنام البيضاء والسمراء يردوا على عين محنة. عين محنة بقت مش مثل ما كان الزمان، كان الزمان من أرقى العيون موجودة في الأردن، حتى مش على مستوى عجلون، معمر بحجر محكم والله أعلم، يمكن على عهد تركيا والله أعلم. عين دائما المزاريب تبعها شغالة صيف شتوي. الأول المعلم الثاني الشجرات، شجرات محنة وقضولهن هي المقبرة القديمة، طبعا الشجرات يعني بتقدر تقول هم بجوز كاتبينها على عمر 500 سنة، لكن أنا أتوقع أن عمر فوق 1000 عام أقل تعديل، إراد ضخمات كثير ضخمات. يعني قيل إنه محنة شكلها يعني من 3 إلى 4 حضارات في الزمن الماضي. الطيارة أنا لا أتوقع شو اسمها بالضبط، لكن أنا يعني بقدر أحللها كالآتي، هي تقع بين جبلين، وكأنه من الشقة الشمالية جناح طائرة، ومن من الجنوب جبل كجناح الطائرة، وهي جاي في الوسط، يعني ممتدة مش امتداد طويل، تشبه الطيارة. لو جيت من شقة باعون وطلعت على الجبل أتوقع شكله، هذا تقديري أنا، لكن لا أعلم شو سبب التسمية، ما درست مثلا في كتب يعني شو إنه اسم الطيارة. أما بقول بذكر سنة 1956 تقريبا أو من 60 وتحت، يعني سقطت طائرة لبني إسرائيل في منطقة اسمها سامتا، منطقة اسمها الصدار في سامتا، وطلعوا عليها الناس شافوها، كان فيها ابن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، طبعا لقوا معها خوارط مسجلين، خوارط مسجلين الطيارة، مسجلين محنة، مسجلين اشتفينا، يعني كل قرى محافظة عجلون مسجلة. طيارة محنة يقعوا في منطقة استراتيجية، منطقة جميلة جدا، منطقة أحراش،
منطقة بحاجة لخدمات يعني. محنة طلع منها عاد مؤاخذة عشرات العائلات. شامتة طلعت كلها من محنة ما عدا كم عائلة من عند جنة. شامتة قاطبة يعني. بقوا ساكتين في محنة هون. إربد مثلا نفس النمط طلع من هون عائلات كثير من المحنة على إربد. عين جنة رحل عين جنة ناس. على عمان نفس النمط عائلات، على الزرقاء نفس النمط رحلوا من هذا البلد. السبب لضيق المنطقة. محنة يعني كل مساحتها 400 درهم أرض. سمعنا قول ما قرأته في كتاب سنة 1975 من أحد رجالات عجلون معمر، بيقول أنه في مثل بيقول هنيئا من له مرمط عنز في جبل عجلون. هذا ما سمعناه عن محنة أو عن الطيارة.